مرحبا طلبة القانون السداسي الخامسة. اليوم إن شاء الله سنتعرف على عقد الكراء وسنتطرق لجميع تفاصيله. يعتبر عقد الكراء من أهم العقود المسماة بعد البيع نظرا لكثرة تداوله بين الناس والتعامل بشأنه، بحيث بواسطته يتمكن الملاك من استغلال واستعمال ما لديهم من ممتلكات، ويمكن في نفس الوقت الغير من الانتفاع بهذه الممتلكات أيضا. وقد عرف المشرع المغربي عقد الكراء بأنه عقد بمقتضيه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له. كان يكفي لانعقاد الكراء توافق الإيجاب والقبول بين المكري والمكتري، باستثناء الفصل 629 من قاف لام، الذي يشترط الكتابة إذا كان محل الكراء عقارات أو حقوق عقارية، لكن بدخول القانون 76.12 أصبحت الكتابة إلزامية. عقد الكراء عقد ملزم للجانبين، إذ أن المكري ملزم بتمكين المكتري من الانتفاع بالعين المكترة، والمكتري ملزم بنفس المدة بالوفاء بالأجرة. 3. عقد الكراء من عقود المعاوضة، أي أن كل طرف من أطراف العقد يلتزم بأن يؤدي عوضا عما يأخذه. 4. عقد الكراء عقد يرد على المنفعة، وهو لا يرتب إلا حقا شخصيا لفائدة المكتري مؤده الانتفاع المؤقت مع واجب رد الشيء على حالته عند انتهاء الكراء. فهو منتهى بانقضاء المدة التي أبرم لها بقوة القانون، وهو عقد دوري التنفيذ يلزم طرفيه بالتزامات معينة ضمن فترة زمنية معينة. عقد الكراء من أعمال الإدارة، حيث لا يشترط لإنعقاده أهلية التصرف، وإنما إنعقاده يتم بتوافر المتعاقدين على أهلية الإدارة التي تقوم لكل شخص سليم العقل وإن قل عمره عن السن القانوني للتصرف.